أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصعد ويكثف من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. كان آخر هذه الغارات تحديدا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل مأهول بالمدنيين. هذه المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 16 مواطنا وانتشال عدد كبير من الإصابات تحت الركام من هذا البيت المستهدف، إضافة إلى القصف المدفعي والقصف الإسرائيلي الذي يطال مناطق متفرقة تحديدا في مدينة خان يونس، حي السلام وحي وعبسان، وأيضا هذه المناطق القريبة من مستشفى ناصر الطبي، حيث وصل أيضا مجمع ناصر الطبي عدد كبير من الشهداء، ربما فاق هذا العدد أكثر من 25 شهيدة، إضافة إلى القصف المدفعي والتوغل البري في مدينة خان يونس بالتحديد، والاقتحام والتوغل البري لمقبرة بني السهيلة في مدينة خان يونس. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بريا بتجريف بعض الأماكن داخل هذه المقبرة ونبش القبور، وصادرت أكثر نحو 29 جثمان من هذه المقبرة، وتم إخلائها إلى مناطق غير معروفة. وربما قبل قليل الاحتلال الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي أعلن أن هذه الجثث قاموا بالذهاب بها إلى داخل دولة إسرائيل. وأيضا التوغل البري الذي تشهده محافظة شمال قطاع غزة ومدينة غزة، الاشتباكات هناك ضاربة في المكان بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بريا، حيث عاد التوغل البري لمناطق متفرقة في مدينة خان يونس تحديدا في مدينة غزة في بالقرب من دوار أبو مازن، شهد هذا المكان توغل بري إسرائيلي، إضافة إلى الاشتباكات التي تدور بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب مدينة غزة بالتحديد في حي الشيخ رضوان ومنطقة المخابرات. هذه المناطق تشهد اشتباكات